بالشرح المحاضره ان شاء الله، يعني يتطلب انتم لازم سواء موجودين او ما متواجدين يتطلب انه التعليم مستمر واوف لاين او اون لاين، متزامن او غير متزامن، فاحد الوسائل التعليم المتزامن، وممكن يكون غير متزامن تحت ظروف معينه. فهذه المحاضره ان شاء الله الاخيره في شهر جانوري 2021 اللي هي والاخيره في فصل محطات التوليد، اللي تناولنا بمحطات التوليد البخاريه والنوويه والكهرومائيه ومحطات الديزل، واليوم ان شاء الله نتناول محطات الغازيه. فنبدأ بالتسجيل المحاضرة، وإن شاء الله ترفع لاحقاً على اليوتيوب وينزل لكم رابط، وأيضاً ملف الباوربوينت راح يكون عندكم في الصف الإلكتروني. نعم، وعليكم السلام. ايه مو دا اسجل هسه محاضره انت دقيت علي وقفتها وماكو حضور، انا راح اسجل محاضره وانزلهم اياها. ماكو نزلت بوست كتبت الرجال انضمام باسرع وقتها قبل 10 دقائق وماكو احد. اهلا هلا عيني استاذ، ذا الكتاب كمل عند تأييد بالعماده، بلكي تستلمه السكرتير تخلي يمك. المهم يعني من يتوفر، من يتوفر حتى ذا باكر قصدي. اي شكرا، ممنون، هلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بتسجيل محاضرتنا، وإن شاء الله يعني مرات يكون التعليم تزامني، ممكن مرات يكون غير تزامني أوفلاين. المهم الجلسة موجودة للكيو أند أي سيشن، ونكمل تسجيل المحاضرة اللي راح تنزلكم لاحقا على اليوتيوب، وأنطيكم الرابط والباوربوينت برزنتيشن أيضا راح يكون موجود بالصف الإلكتروني، وأنا متوفر للأسئلة والأجوبة إن شاء الله. هاي المحاضرة راح تكون الأخيرة في محطات القدرة الكهربائية، مثل ما طرقنا تناولنا محطات الديزل والنووية بالمحاضرة السابقة، وقبلها المحطات البخارية والكهرومائية، واليوم راح نتكلم ونناقش المحطات الغازية، وكذلك مقارنات عن مجموع المحطات. فباسمه تعالى نبدي إن شاء الله، هذا البرزنتيشن واضح لكم. المحطات الغازية، هنا الغازية معرف لك إياها، هاي طبعا تعريف تكرر علينا بجميع المحاضرات. السطر الأول يقول لك هي اللي توظف أو تحول which employs gas turbine، العنصر الأساسي بها gas turbine، ما يعني ماكو أي شيء آخر جديد، وإنما الجميع متكرر. gas turbine هو اللي البرايم موفر، المحرك الابتدائي لتحويل الطاقة إلى طاقة كهربائية. بس هنا شنو الوركينج فلويد؟ اير از يوزد. الوركينج فلويد هنا اللي مستخدم هو بالحقيقه هواء وليس غاز. الغاز بعدين راح يدخل عندنا بعمليه الاحتراق، بس اللي راح نجيبه ونضغطه بالغاز توربين هو هواء، والهواء طبعا ممكن هو احد انواع الغازات. فهنا عرف ذا اير از كومبرست، يضغط باي ذا كومبرسر، فعندنا ايضا كومبرسر اند تو اللي يروح المان للكومبشن تشامبر، حجره او غرفه الاحتراق. Where the heat is added، فنضيف هنا نريد نكون نريد الهواء اللي يصطدم يكون جاف ومحمص حتى لا يؤذي ريش التوربين، فنضيف له حرارة، هواء مضغوط وحرارة. الحرارة من تجينا بحرق الغاز، بعدين راح نتناول يعني مو الهواء هنا، غاز آخر لأنه غالبا ناتشرال غاز، وممكن أيضا حرق الوقود السائل البترول وغيره. Heat is added to the compressor air either by burning fuel، حرق الفيول، or by using an air heater، أو مسخنات الهواء.
وهنا موضح لك يصير عندنا ميكانيكال ورك ويتحول. It may be mentioned here that compressor, gas turbine and the alternator are mounted on the same shift. كل ذني الكمبرسر، gas turbine, alternator على نفس الشفت وهن الجزء الأساسي بالمحطة. هنا يفضل بشكل عام يفضل استخدامه كستاند باي بلانت، يعني عندنا مثلا الظهر او المغرب وقت الذروه ممكن ندخلها المحطات الغازيه بسرعه لان هي واطئه التوليد وسريعه التشغيل، فتساهم بفك فك الاختناقات فتدخل بشكل ثانوي اوكسيلري بالباور بلانت. ادفانتجز هنا المفروض تعرفنا عنها، ات از سمبل ان ديزاين، ديزاين بسيط معتمد على الغاز توربين اللي كابلين، فما بيها بويلرز نو بويلرز، والمكونات الثانويه بسيطه جدا وبالتالي راح تكون سمولر ان سايز، اصغر بالحجم مقارنه بالبقيه. يعيد نفس الكلام، انيشال اند اوبريتنج كوست ار ماتش سمولر. هنا شوف بعض المحطات اخذنا انه كلفه الانشاء واطئه، كلفه التشغيل واطئه او بالعكس عاليه، هنا اثنيناتهم واطئه، كلفه الانشاء وكلفه التشغيل ايضا واطئه، فهاي ميزه جدا يعني ما متوفره بباقي المحطات. initial and operating cost are much lower than steam turbine. comparatively مقارنه بالبقيه it requires less water، تحتاج ماء جدا قليل تبريد المنظومه لان الماء ما راح يدخل، يعني ما عندنا steam turbine فما راح يدخل كجزء أساسي بالتوليد وإنما كمية قليلة جدا من الماء، فممكن إنشائها ما يحتاج إنه تكون on river or lakes، يعني نحتاج إحنا مياه ويفضل إنه إذا أكو موقع قريب على الأنهر، لكن إذا اضطرينا ممكن نخليها بموقع بعيد عن الأنهر. الصيانة أيضا كلفة الصيانة أو أجور الصيانة واطئة. Much simpler in construction. الغاز توربين هنا مو المحطة كاملة، التوربين هو أبسط من الستيم توربين، ممكن starting quickly التشغيل مالتها البدء مباشرة وسريع، بس شو يقول هنا there are no standby losses، يعني بالمحطة البخارية حتى أنت بعض الوحدات لو ما كانت شغالة ما داخلة بالخدمة لازم تكون البويلر شغال، فهاي كلف انه عندك تحرق وقود وتسخن ماء دائما حتى تسرع عملية ادخالها بالخدمة. هنا من تطفيها من هي موجودة بالستاند باي فاللوسز صفر، المحطة طافية ما تصرف عليها اي شيء، مو مثل باقي المحطات. disadvantages هنا بسيطة، مشاكل بالستارتنج، problem in starting the unit، لان شنو راح نحتاج انه نشغل عندنا محرك كهربائي او نحتاج كهرباء توصيلات كهرباء من مكان اخر على مود نشغل الكمبرسر، بالبدايه لازم اكو نصرف عليه وقود او كهرباء على مود نشغل الكمبرسر من مصدر خارجي. هنا the net output is low، ليش لو الاوتبوت مالته جدا واطئ، ليش لو since a greater part of power developed by the turbine is used in driving، اكثر الباور اللي نولدها هي تستهلك بالكمبرسر بالضغط ضغط الهواء. اوفرول افشنسي واطئه 20%، يعني معناتها اوطئ من الستيم توربين، ولذلك احنا المحطات البخاريه راح تبقى مفضله رغم انها معقده واكبر وصرفها اكثر، لكن كفاءتها هنا اعلى وان كانت نسبيا واطئه 30% او 29، لكن اعلى من الغازيه. هنا حرارة الاحتراق غرفة الاحتراق عالية 300 فهرنهايت 3000 فهرنهايت، يعني ممكن توصل يعني بالمئات أو بالآلاف، 100 فهرنهايت، 100 فهرنهايت هي 37 درجة ونص مئوي، 100 فهرنهايت 37 درجة ونص، 3000 فهرنهايت راح تصير بالمئات أو بالآلاف. هاي شنو اللي يأثر؟ انه عمر الكمبرسر والتوربين يكون يقل reduced لان متعرض دائما الى درجه حراره عاليه، العمر واطئ. نجي على المكونات، هنا مكونات ببساطه عندنا الجزء هنا اللي على اليمين هو الالترنيتر وباقي الشبكه، المحطه اللي بها ازليتر وسويتش جير وبروتكشن
وعندنا هذا التورباين، تورباين كابلين ويا on the same shift. بعد شنو اللي ينضاف at the same shift؟ الكمبرسر. هنا الجديد انه عندنا على نفس الشيفت الكمبرسر اللي هو لضغط الهواء. بعدين شنو اللي راح يدخل عندنا هنا؟ يدخل عندنا الغاز او الوقود السائل او الناتشرال غاز على مود الاحتراق، هواء يضغط وبعدين يحترق. وعندنا هنا اذن العادم، الغازات العادمة تروح، فعلى مود نستفاد من عندها تروح ترجع للريجينريتر، وممكن نستخدمها بالضغط من جديد، بدل ما ناخذ يعني هواء بارد ناخذ هواء ايضا حار ومحتوي على غاز حتى يساهم. فهاي يسموها كومباوند سايكل، ترجع لنا تساهم في زياده كفاءه المحطه انه نعيد استخدام الغازات الحاره اللي موجوده. طبعا هنا عندنا فلتر مال هواء على مود ينقي من الغبار ما يصير يدخل مباشره للمحطة. المهم هاي الأجزاء الأساسية: كومبرسر، ريجينريتر، كومبشن تشامبر، تشامبر، غاز توربين، ألترنيتر، والستارتينج موتور. هذا اللي قلنا يقلل الكفاءة، موتور يصير إندكشن موتور للبدء. هذا كوب فيديو هنا ممكن تشاهدوه. هو الفيديو بالأصل من جنرال إلكتريك GE بالإنجليزي، أنا لقيت فيديو مترجم بالعربية مدبلج، وأكو فيديوهات أخرى مترجمة فقط، فممكن تستفادون من عندها، والمعلومات هواي متوفرة بالإنترنت وباليوتيوب. البداية أتكلم عن شبكات الكهربائية بشكل عام، بعدين يجي للغاز توربين. بعدنا الهواء ونشر الغاز أو ليكويد فيول. الرابط موجود عندكم بالسلايد القادم. هذا التوربين الغازي يشبه محرك الطائرة النفاثة، هنا راح يدخل عندنا الغاز او الوقود السائل، بس هو غالبا ناتشرال غاز. الفرق بالطائرة النفاثة اكو مروحة، هنا ما موجود المروحة، هنا كابلن ويا الجنريتر، احنا نريد نفرد جنريتر على مود نولد كهرباء. فهنا شفت على اليسار وعلى اليمين تخرج عندنا الغازات للعادم، من اليمين تخرج مو منا، لأن منا تنسحب تخرج على اليمين الغازات على العادم. هنا الحد فممكن الدورة المركبة على مود نستفاد من الغازات المتولدة، وممكن نخلي معاه ستيم توربين. هاي محطات الدورة المركبة سموها بها توربين بخاري وتوربين غازي. الرابط موجود إن شاء الله نلتقي بقية المحاضرة. فهذا أيضا نموذج هذا التوربين، نفسه راح يكون للطائرة، لكن هنا فرق بمكان البليدز المروحة الريش، راح يكون عندنا مربوط الكابلين ويا الجنريتر. هذا الرابط
واكو روابط اخرى ايضا مزود لكم اياها باحد السلايدات على المحطات، ممكن ايضا تستفادون نفس الشيء، تكتب مثلا ستيم توربين 3D ايضا ممكن تستخدمه بايجاد ال 3 دايمنشن على مود الستيم توربين. هنا تفاصيل عن المكونات تكلمنا عنها، لو نرجع لسه بشكل بسيط، روتري تايب هو دوار كومبريسر، هو دوار يعني عدد هائل من البليدز الشفرات او الريش على مود يضغط الهواء، وبالبدايه اكو فلتر يكون الهواء نقي اللي واصل قدر الامكان ويزيد الضغط، فالهدف زياده ضغط الهواء الموجود. وبعدين عندنا خلينا ننتقل كومبشن تشامبر، هي اللي يصير بها الاحتراق باضافه الوقود، الوقود غالبا يكون الغاز الطبيعي، ممكن استخدام وقود اخر يعني النفط الخام او النفط الاسود، بس يعني هذا يسبب اضرار بالبيئه ويسبب تلف وصيانه دائميه للمحرك، فالغاز الطبيعي يقلل الصيانه ويزيد عمر التوربين ويساهم ب وصديق للبيئة، ساهم بتقليل الأضرار. الريجنريتر هو هذا مرتبط بين الكمبريسور وغرفة الاحتراق، يرجع الغازات الفائضة على مود يستفاد منها في زيادة كفاءة التوليد. عندنا الغاز توربين أتكلمنا عنه، وعندنا الأجزاء الكهربائية اللي هي الالترنيتر والستارتنج موتور. ستارتنج موتور هي هذا اللي يقلل الكفاءة. Before starting the turbine, compressor has to be started. لازم احنا بالبدء نشغل الكمبريسر. فنشغله نحتاج مصدر خارجي للكهرباء، فنحتاج موتور كهربائي يعمل على الشبكة الكهربائية، يعني ياخذ المصدر مالته من الشبكة الكهربائية. هنا حتى البطاريات احتمال ما تقدر تشغله، فكهرباء AC. او ممكن هنا قايل باي باتريز، لكن بأعداد كبيرة، هي مو باتريز UPS بانك، يعني عدد كبير مربوط على التوالي وعلى التوازي حتى يولد الكهرباء اللازمة في حال عدم وجود مصدر خارجي AC. هاي الروابط اللي ممكن تستفاد من عدها، يعني مو بس على المحطة الغازية، على المحطات أخرى أيضا موجودة. هنا بالأخير مطيكم مقارنة، هنا يعني المحطة الغازية انتهت، اكو هنا صفحتين بالكتاب عندكم المنهجي، هي مقارنات، هي ما متعلقه بالمحطه الغازيه، متعلقه بجميع المحطات. هذا الجدول كان بورتري انا قلبته لاندسكيب، فمقارن بين المحطات الرئيسيه من حيث السايت، الموقع، انيشال كوست، رننج كوست، كلفه الانشاء وكلفه التشغيل، ليميت اوف سورسز محددات موارد الطاقه، كلفه الوقود او نقل الوقود، والنظافه والبساطه. فأكو عالية، أكو قليلة، أكو جيدة، مو جيدة، يعني مقارنات. ومو بس ذني، ضايفينهم بعد واصل إلى حد 12 فقرة للمقارنة. الـ overall efficiency مثلاً هنا steam turbine 25 إلى 30%، الهيدروليك أكثر كفاءة 85%، الديزل هنا أيضاً قليلة لكن أعلى، وهذه more efficient than steam turbine. التشغيل هنا ممكن تشتغل مباشرة مجرد ضغط الماء، هنا سريعة بسيطة، هنا لا تحتاج وقت لين بويلر. والغازية أيضا ممكن تضيفوها للجدول، الغازية هنا أيضا تحتاج ستارتنج، هي سريعة لكن تحتاج موتور للستارتنج. وكلفة الصيانة والستاند باي لوسز هنا قليلة ايضا قليله، نو ستاند باي بالهيدروليك من ما مشتغله صفر الستاند باي لوسز، هو السد موجود مجرد يتم تحويل مسار مياه. وكذلك بالغازيه ايضا نو ستاند باي او جدا قليله، لكن هنا ماكسيموم لان البويلر يبقى شغال. شكرا لكم، وان شاء الله باقي التفاصيل انا متواجد على مود الاسئله والاجوبه، وأرجو يعني أشجع أنه تروحون على الإنترنت لمزيد من المعلومات، يعني ممكن راح تلقون المعلومات 90% من المعلومات متشابهة عندما تبحث عن المحطات الكهربائية، فهذا راح يساعدك الفيديوهات، الصور، المواقع، الويكيبيديا وغيرها اللي موجودة، أنه تفهم الفكرة العامة للمحطة، وبعدين تجي الكتاب المنهجي المصدر على مود تفهم التفاصيل اللي مطلوبة عندك
كمنهج. فشكرا لكم، إن شاء الله تنزل لكم المحاضرة.